22 منطقة وآخرون معينون من قبل الحكومة لأنهم يمثلون الجهات السيادية في عمان وهذا حق للحكومة كذلك. فكلنا فخورين يا سيدي أن نكون اليوم معكم. هنالك أيضا أمر لربما البعض يعتقد أنه خاص ولكنه عام، أنما كان ما بين طلال أبو غزالة وأمانة عمان من خلاف في وقت ما ترك للعدالة، ترك للقضاء، فانتهى هناك ولا يفسد الود قضية. الشيء الذي جعلنا ننعم بأمانة عمان بعرض سخي من الأخ الدكتور طلال أبو غزالة لتسوية بعض ما تعلق بعض الأمور العالقة في هذه التسوية القضائية العادلة لأنها جاءت من العدل، صح. حتى لو كانت قاسية على طلال أبو غزالة أو قاسية على المانة لكنها جاءت من منطوق العدل، والعدل هو هذه القضاء. القاضي له صفة أنه مندوب الخالق سبحانه وتعالى بإحقاق العدالة. فنشكرك سيدي على هذه المبادرة، وسعد زملائي في مجلس الأمانة والإدارة العليا التنفيذية من أطراف المدير ونائب المدير المالي لأنك تكرمت بوضع قبول جدولة لهذا المبلغ، وهي جدولة قصيرة وليست طويلة، لكن كونك تكرمت وتقدمت بهذه المبادرة هي في حد ذاتها مكرمة وتقدر للأخ أبو لؤي، كيف لا، وأنتم من تكرمتم على الكثيرين من أبناء الوطن والمؤسسات بعطائكم المستمر. فحبيت أني أنوه بهذه وأشكر أخي أبو لؤي كل الشكر. بس كل ما أتمنى أن أستحق هذه المحبة وهذه الثقة، لأنك كريم في خلقك وكريم في محبتك. عندي كلام، ما أقدرش أرد على الكلام الذي غمرنا به معالي سيدي. إحنا ياريت بس الدكتور يعطينا هيك لمحة ومختصرة عما نحن آتون عليه. كلام جميل. هو شيء بشكر معاليك يعني على هذه المبادرة الطيبة ودعم معالي الدكتور طلال أبو غزالة على أن تصبح عمان هي المدينة الذكية، وكما وجهتمونا معاليكم بأن تطلق عمان الذكية في العام المئوي للمملكة الأردنية الهاشمية في 2021، وما سنسعى إليه بإذن الله أن تقدم أمانة عمان الكثير من الخدمات التي المواطن بحاجة إليها من فيما يتعلق بالمواصلات، فيما يتعلق بمصادر الطاقة الكهربائية، فيما يتعلق بالمياه، فيما يتعلق بالتعليم، فيما يتعلق ببناء القدرات. فهذا يعني نوع من التوجه اللي أصبح عالميا بأن تنشأ مدن ذكية. هذه المدن هي التي ستعمل على مع كافة المؤسسات الأخرى في الدولة على تسهيل العمل للمواطن. فالمواطن يعني نسعى أن نخدمه بالنهاية، وخدمتنا له ستكون لها يعني أجر كبير جدا في الدنيا وفي الآخر. فإن شاء الله مع زملائنا احنا عملنا معهم خلال الفترة الماضية بأن أسسنا أطر محددة لهذا الاتفاق أو لهذا التعاون، وهذه الأطر تتمثل في أن يكون مركز طلال أبو غزالة للمعرفة في مبنى جاليري في رأس العين، وهذا المبنى سيقدم كافة ما يحتاجه المواطن من بناء قدرات، من خدمات إلكترونية، من اتصال بالعالم الآخر، اتصال الإنترنت. وسعيدون بإذن الله أن يكون هذا المركز متصل مع يعني شبكات حول العالم توفر له المصادر المتعددة فيما يتعلق بالتعليم بحد ذاته. ويعني العمان خاصة منطقة رأس العين وما حولها
بحاجة إلى كثير من مثل هذه المراكز، لأنها مراكز تعطي الصبغة العملية، الصبغة التي تسعى أن تحول المواطن في هذا الاتجاه. أيضا كما وجهتمونا معاليكم من خلال هذا المعرض سيكون في عدد من الخدمات التي سنقدمها بالأمانة فيما يتعلق بالتكنولوجيا، فيما يتعلق بالبرمجيات المفتوحة. المواطن بحاجة إليها دون أن يكون له عبء مادي يعمل على استخدامه. سنعمل أيضا بإذن الله على فكرة أن يتم أتمتة كثير من البرمجيات، كثير من الخدمات، بحيث تكون هي خدمات ليست فقط إلكترونية تصل للمواطن، وإنما تكون خدمات ذكية، بمعنى أن ما يتعلق مواطن سواء كان في أمانة عمان أو في الوزارة أو في أي مكان آخر هو مكان واحد نستطيع أن نستخلص هذه المعلومات وللمواطن تحديثها بما شاء. فهذه يعني موجز كبير جدا، لكن إن شاء الله بتعاون الإخوان في الأمانة سنعمل على تكثيف من ذلك. لا سمحت لي بدي أستأذن من عطوفة المدير اللي أطلب من سلطان الخرابشي يقرأ المادة الثالثة اللي هي تقريبا تعطينا الأطر اللي نرى فيها. المادة الثالثة من الاتفاقية. السلام عليكم. الأول أول شيء من واجبنا إحنا كموظفين في إدارة أمانة عمان نشكر معالي الأمين ونشكر سعادة الدكتور على المبادرة اللي فعلا راح تفيد الأردن جميعا، المشاركة بالاتفاقية هاي. إحنا قعدنا مع الشباب وحكينا شو بدنا نحط أطر لنا لمؤسساتنا،